مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة النهاردة في الحقيقة مهمة جدا، لأن في بعض المواضيع اللي هنتكلم فيها مع حضراتكم ونطرح فيها كل الآراء بشكل عام، وهي مواضيع بتخص الرياضة المصرية وكرة القدم بالتحديد. ده بخلاف الأخبار العديدة اللي عندنا النهاردة، سواء تتعلق بالنادي الأهلي كالعادة في الصحف والمواقع أو بعض الأخبار المحلية والعالمية. هينورني وشرفني النهارده في الاستوديو الاستاذ محمود عبد السميع، الناقد الرياضي بالاهرام، وهنستفيد في الحديث كالعاده في كل الامور. عندي موضوع مهم قوي هتكلم فيه بعد ما نشوف اهم عناوين حلقه النهارده. يلا. فوز مهم للاهلي في بدايه المشوار نحو اللقب. فايلر اتطلع لتجهيز جميع اللاعبين والقادم افضل. سيد عبد الحفيظ أغلقنا صفحة الدوري وتركيزنا في أفريقيا. الفريق راح اليوم ويبدأ استعداداته لكانو سبورت أكاديمي. مروان محسن يجري عملية جراحية في الوجه. الأهلي يكشف عن ألبومه الرسمي في مؤتمر صحفي غدا الأربعاء. حسام البدري يرفض ودية البرازيل والبحث عن مباراة إفريقية. طيب، في الحقيقة من ساعتين كده بالظبط الدنيا قامت ما عادتش بسبب محمد صلاح وتوابع الإعلان عن جوائز ذا بيست بالأمس من الفيفا، واللي كسبها طبعا ليونيل ميسي، وجي في المركز الثاني فان دايك، والمركز الثالث كريستيانو رونالدو، والمركز الرابع نجمنا الكبير محمد صلاح. المركز بالمناسبة مركز كويس جدا، السنة اللي فاتت كان هو الثالث، السنة دي هو الرابع، إذن هو لسه في المنطقة دي محمد صلاح، حتى لو مستواه قل شوية عن أول موسم ليه مع ليفربول واللي أدى لفوزه بالمركز الثالث. لكن في كل الأحوال الموضوع حصل وخلص. القصة بقى في إيه دلوقتي؟ القصة إن تم اكتشاف إن المسؤولين أو اللي يحق لهم التصويت على جائزة ذا بيست المصريين بالتحديد أصواتهم ما راحتش للفيفا. هنا السؤال، إزاي الأصوات دي ما راحتش للفيفا؟ رغم إن المفروض المدير الفني لمنتخب مصر والمدرب أو عفوا وكابتن الفريق للمنتخب وايضا صحفي مصري هم اللي يدوا اصواتهم عن مصر للفيفا في التصويت ده. طيب، في بعض الاراء المتضاربه وفي بعض الكلام المتضارب ما بين المسؤولين، يعني مثلا كابتن هاني رمزي مدرب عام هو ما يحقش ليه التصويت، لكن هو قال لك ايه؟ قال لك احنا اصلا ما حدش طلب مننا ان احنا نصوت في اي حاجه، اي عنصر من الجهاز الفني او من اللاعبين ان هو يصوت في الجائزه دي. في المقابل احمد المحمدي كابتن منتخب مصر قال لك ايه؟ قال لك لا، انا في نص شهر اغسطس اللي فات انا صوتت لمحمد صلاح، والترتيب كان كده: محمد صلاح، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني. ده بالنسبه ايه لاحمد المحمدي. في نفس الوقت تلاقي كلام مختلف في صحفي مصري اسمه ايه، اسمه هاني دانيال، ده ما صوتش اصلا محمد صلاح، هو حتى محمد صلاح في المركز الثالث وصوت في البدايه لساديو ماني واعتقد كريستيانو رونالدو المركز الثاني. تمام، ده اللي حصل، رغم ان المفروض في كل الاحوال، في كل الاحوال هي اراء بتبقى شخصيه بالمناسبه، اراء شخصيه للي بيحق ليهم هذا التصويت، لكن برضو انت مصري يعني، وبعدين هو لعيب مش قليل محمد صلاح، يعني ما انت تدي صوتك لمحمد صلاح هيفرق معاه في الترتيب، الرانكينج بتاعه هيفرق، يعني ممكن لو ما كانش رابع كان ممكن الله اعلم حسب التصويت يبقى الثالث ولا الثاني، يعني كان صعب ان هو يبقى اول في هذه الجائزه، ميسي هو اللي خدها، رغم برضو ان ناس كتير جدا وانا منهم في الحقيقه رغم اقتناعنا التام، مش اقتناعنا، اسطوره من اساطير الكوره في التاريخ ليونيل ميسي، لكن البعض بيقول لك ان فان دايك هو اللي كان احق ان يفوز بهذا او هذه الجائزه هذا الموسم. لكن في كل الاحوال المشكله حصلت في ايه بقى دلوقتي؟ ان محمد صلاح بعد ما عرف التصويت من مصر ان مفيش اصلا حاجه وصلت من الاتحاد المصري لكره القدم في هذا التوقيت للفيفا، فبالتالي اصوات مصر اتلغت، وبالنسبه للصحفي هاني دانيال التصويت بتاعه راح، فبالتالي كان حاطط محمد صلاح المركز الثالث، فمحمد صلاح زعل، فلما زعل شال التعريف بتاعه او ان هو لاعب في منتخب مصر من على الصفحه بتاعته على تويتر. فالبعض قال لك بقى ايه ده،
ازاي صلاح يعمل كده؟ يعني ايه اللي عمله محمد صلاح؟ دي كارثه. والدنيا قامت ما عادتش بسبب ان محمد صلاح عمل كده. لكن في كل الاحوال خلينا نسال اسئله مع بعض. هل محمد صلاح ليه حق انه يزعل؟ بصراحه ليه حق انه يزعل. موضوع ان الاصوات ما راحتش ده لازم يسال فيه الاتحاد المصري لكره القدم. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي، هو دلوقتي فوتبولر فور ليفربول اف سي، فبالتالي كان مكتوب ان هو ايضا لاعب في منتخب مصر الوطني. هو شايل لاعب في منتخب مصر وبقيت هو بس لاعب في ليفربول. فالكتير قال لك ده معناه ايه بقى؟ كل استنتج قال ان كده محمد صلاح بيعتزل دوليا يعني. وفي نفس الوقت خليني اقول لحضراتكم ان في بعض الصفحات الاوفيشال الحقيقيه لكل نجوم العالم مش بشرط بيبقوا كاتبين هم بيلعبوا فين او مع منتخب ايه ولا كلام من ده، مش شرط خالص يعني بالمناسبه. لكن في كل الاحوال طالما هو كان حاططها وشالها يبقى معنى كده ان هو زعلان. ليه حق انه يزعل؟ اه ليه حق انه يزعل. بالمناسبه هو نزل ايضا تغريده اتكلم فيها، هنعرضها لحضراتكم اهي. حاولوا مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا. طيب ده معناه ايه؟ ان هو بيرد على الناس اللي استنتجت بعض الاخبار، استنتجت بعض الامور اللي بتؤدي ان محمد صلاح ممكن يكون اعتزل دوليا وان محمد صلاح زعلان وكلام من ده. لكن هو زعلان، هو زعلان، لكن في نفس الوقت هو مش غضبان من المسؤولين في المنتخب او في الاتحاد المصري لكره القدم او كلام من ده. يعني الموضوع مش مؤثر بالنسبه له على منتخب مصر، لكن حقه انه يزعل. ففي كل الاحوال الموضوع غريب. الغريب بالنسبه لي ايه؟ ان ليه اصوات مثلا المحمدي قال انا صوتت لمحمد صلاح، ليه ما راحتش للفيفا؟ ليه ما وصلتش هناك؟ ايه اللي حصل ساعتها؟ هل ان احنا عشان ساعتها ما كانش عندنا اتحاد كوره اصلا؟ طب هل عشان ما كانش عندنا مدير فني للاتحاد المصري لكره القدم او للمنتخب عفوا؟ دي كلها تساؤلات ممكن تكون منطقيه، لكن في نفس الوقت كان في مدير تنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم في هذا التوقيت، كان ممكن ان هو يرسل نتائج التصويت الخاصه سواء بالمدير الفني اجيري او بالمحمدي. حته ان دانيال هاني دانيال الصحفي ما صوتش لمحمد صلاح، في كل الاحوال خلينا نقول لحضراتكم ايه؟ ان الموضوع بيتعلق بوجهه نظر كل شخص. يعني هو وجهه نظره كده، رغم ان انا اشك ان هو ليه في الكوره، مع احترامي وتقديري ليه بشكل كامل يعني، اكيد مالوش في الكوره. ففي توابع لهذا الموضوع، عايز اقولها لحضراتكم. اتحاد الكوره بعت خطاب للفيفا بعد هذه القصه وبيستفسر من الفيفا عن سبب عدم اعتماد التصويت المصري. وهقرا لحضراتكم الخبر عشان يبقى ايه في الصوره. قرر الاتحاد المصري لكره القدم فتح تحقيق لمعرفه ملابسات تصويت مصر في مسابقه الافضل على مستوى العالم والسبب الذي ادى لعدم اعتماد صوت مصر. في الوقت نفسه ارسل الاتحاد المصري لكره القدم اليوم استفسارا للاتحاد الدولي لكره القدم عن الواقعه. وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أرسل صوتي مصر إلى فيفا رسميا يوم 15 أغسطس وقبل 4 أيام من الميعاد المحدد. وتم تأكيد تسليم استمارة التصويت، ده على حسب بقى خطاب إيه؟ الاتحاد المصري أو حسب الخبر اللي إحنا بنقراه دلوقتي. وتم تأكيد تسليم استمارة التصويت من قبل فيفا في اليوم الأخير للتصويت الموافق 19 أغسطس. وقبل تسليم اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد مسؤولياتها، حيث صدر قرار الفيفا بتشكيلها يوم 20 اغسطس، يعني قبل ما يتم تشكيل اللجنه كان كل الامور ايه؟ اتبعتت والدنيا تمام. قام بالتصويت عن مصر الكابتن او كابتن المنتخب الوطني هو احمد المحمدي، وكمان بيقولوا ايه هنا؟ بيقولوا ان الكابتن شوقي غريب هو المدير الفني للمنتخب الاولمبي هو اللي ايه؟ اللي صوت وادلى بصوته في هذه الجائزه، ده خصوصا ما كانش في مدير فني لمنتخب مصر في التوقيت ده، المنتخب مصر الاول يعني. ده توضيح من الاتحاد المصري لكره القدم. في المقابل رابطة النقاد الرياضيين، وهو بقى فيما يتعلق ايه بموضوع الصحفي، لان هو بيحق ايه؟ ان انت بيبقى عندك المدير الفني المنتخب وكابتن المنتخب هم اللي بيصوتوا، وعندك صحفي مصري هو اللي بيصوت في كل انحاء العالم يعني في كل دوله. فرابطة النقاد الرياضيين كمان ارسلت لقسم الاعلام في الفيفا قالت لهم يا جماعه الراجل اللي صوت عندكم ده مش عضو رابطة النقاد الرياضيين. فاحنا بنطلب من حضراتكم ان انتوا لما تيجوا تبقوا عايزين حد من الصحفيين احنا نرشحه عشان يدلي بصوته في هذه الجائزه، خصوصا ان هي جائزه مهمه. ما تجيبليش حد هو مش عضو رابط اصلا، وبالتالي هو الواضح ان هو صحفي اصلا غير رياضي، احنا كلنا اول مره نسمع عنه.
فما نجيبش حد اصلا مش متخصص في الرياضه ويقول اي اسم، رغم انه حتى لو مش متخصص في الحقيقه في الرياضه يا اخي ده مصري. يعني محمد صلاح انا بتكلم بعاطفه شويه، وفي الاخر احنا بنطرح اراء وراينا احنا مش فرض على حد، كل واحد من اللي بيتفرجوا علينا وبيشوفونا دلوقتي ليه رايه هو حر فيه، وممكن يكون اصح مننا بالمناسبه، احنا مش صح، مش شرط ان احنا دايما نكون صح، قد نصيب وقد نخطئ عادي، لكن احنا بنطرح الامور. فحتى لو انت مالكش في الكوره اصلا ولا في الرياضه، ابن بلدك بينافس على جايزه كبيره جدا، احسن لعيب في العالم، حاجه جامده قوي يعني بنعيشها الموسم الثاني على التوالي ما كناش مصدقين. فاديله يا اخي صوتك، مش عارف هو بناء على ايه عمل كده في الحقيقه يعني. لكن في كل الاحوال الموضوع كبر فجاه، وبتويتت محمد صلاح اعتقد انه انتهى، لان الكلام كان كتير والهجوم كان شرس جدا على محمد صلاح. بس في نفس الوقت انا بستغرب شويه على محمد صلاح. طب انت يا محمد التوقيت اللي شلت فيه انك لعيب في منتخب مصر، ما هو التوقيت جاي على طول بعد الجايزه امبارح، وبعد ما تعرف مين صوت لمين ومين عمل لمين، وبالتحديد فيما يتعلق بمصر يعني. طب ما انت لما تشيل التعريف بتاعك انك لعيب في منتخب مصر وتسيب انك لعيب في ليفربول بس، طب ما هو ده طبيعي هيبقى فيه تساؤلات. بالمناسبه انا من اكتر الناس اللي دافعت عن محمد صلاح امام ايام بطوله الامم الافريقيه، وناس كتير انتقدت الموضوع ده، لكن انا كنت مقتنع ساعتها ان احنا لازم ندافع عن محمد صلاح عشان كان واجب وطني. فشلنا فيه في الاخر للاسف لاسباب عديده، لكن في كل الاحوال كان لازم ادافع عن ابن بلدي. ده كان رايي، بالمناسبه رايي مش راي قناه ولا راي حاجه، عشان الناس ساعات بتقعد تاخد الموضوع. لكن في كل الاحوال انت يا محمد بصراحه اخترت التوقيت الغلط انك تشيل دي، لو انت عايز تشيلها عادي، كان لو شلتها قبل القصه دي محدش كان هياخد باله. فبرضه التصرف غريب محمد صلاح، وبعد كده تروح منزل تويته تقول مهما حاولوا ان هم يكرهوني ولا مش عارف ان هم حبي ليكي ومش عارف ايه وكلام من ده. بترد على نفسك حاجه غريبه بصراحه. برضه ده تصرف غريب محمد صلاح، انا مش بهاجمه ولا حاجه، بس في نفس الوقت في حاجات منطقيه لازم نتكلم فيها. ما كانش ليها لازمه، الدنيا قامت على طول بسبب اللي محمد صلاح عمله. لكن في كل الاحوال هو هيفضل ابن مصر محمد صلاح، وهيفضل احد النجوم التاريخيين اللي ما حدش هيقدر ينساهم على مدار تاريخ كره القدم في اجيال كتيره جدا جايه، هو محمد صلاح، على غرار اسماء كتيره حفرت اسمها من ذهب في سجلات الكره المصريه يعني والرياضة المصرية بشكل عام. هنفضل نسانده وهنفضل ندعمه، ده شيء مؤكد. ليه؟ مش عشان هو محمد صلاح، لا، عشان هو لاعب مصري بيلعب بره مصر، ولما بيتقال ان محمد صلاح جاب جون بيقولوا الايجيبشن كينج، والاغنية الشهيرة اللي عارفينها في جمهور ليفربول. هو ده هدفنا كلنا كمصريين، ان اسم مصر دايما يبقى فوق، دايما يبقى عالي، عشان كده هنساند محمد صلاح. تختلف او تتفق مع تصرفاته، رغم ان هي تصرفات مش عايز اقول ان هي ملهاش علاقه بالجانب الاخلاقي، لا، هو لعيب مؤدب ومتدين ومميز جدا في الحقيقه، لكن تصرفات بيبقى في اختلاف من البعض عليها، هل هو صح هل هو غلط، اختلف واتفق براحتك، ده عادي. الراي في الاخر الاول وفي الاخر ليك انتوا كجماهير الكره المصريه، لكن في نفس الوقت احنا بندعمه عشان هو لاعب مصري. التصرف غريب بالنسبه لي، والاغرب من كده ان اصوات المدرب سواء بقى كابتن شوقي غريب او اجيري، بس هم بيقولوا شوقي غريب ومحمدي، ان هي ما وصلتش الفيفا، والاغرب واللي اغرب كمان الصحفي المصري اللي ادلى بصوته، حاجه غريبه جدا في الحقيقه. لكن في كل الاحوال ازمه، واعتقد ان هي خلصت سريعا، ونتمنى ان الامور دي ما نقفش عندها كتير يعني. ده فيما يتعلق بمحمد صلاح. عايز اكمل كلام في موضوع محمد صلاح، ومعايا على الهاتف الدكتور عادل كريم، طبعا المحلل الفني الكبير بموقع في الجول، عشان نتكلم باستفاضه اكتر عن هذه القصه. يا دكتور عادل مساء الخير عليك. مساء الفل يا امير، اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. عايز اخد تعليقك على الازمه اللي حدثت خلال الساعات الحاليه، من ساعتين بالظبط، والناس كتير اتكلمت، وان محمد صلاح شال ان هو لعيب في منتخب مصر من على صفحته على تويتر، وبالتالي كان في توابع واراء مختلفه لعدد كبير جدا من الجمهور المصري، وبعد كده محمد صلاح نزل تويتر. بتشوف الازمه دي ازاي، خصوصا ان اصوات مصر تعتبر ما وصلتش لفيفا، وده برضه تساؤل هنا عايزين نعرف اجابته، بتحلل القصه دي ازاي؟
بص هو احنا للاسف بقينا عايشين ازمات بس. للاسف صح. بنطلع من مشكله نخش في مشكله واحنا بنخلق لنفسنا مشاكل بلا اي داعي يعني. للاسف يعني الموضوع ما كانش له لازمه خالص بصراحه. لكن اللي حصل يعني اخر حاجه يمكن لسه انا بتكلم فيها لسه قاري تصريح لمصدر من اتحاد الكوره فما افتكرش مين يعني. ان اللي حصل ان الاجيري واحمد المحمدي وقعوا سوري عملوا بالفعل التصويت بتاعهم واتبعت الفيفا لكن من غير توقيع اجيري واحمد المحمدي بتوقيع كابتن علاء عبد العزيز وكابتن مدير المنتخبات. الفيفا طبعا لما جاله الكلام ده اعتبره كانه لم يكن لانه هو لازم المدير الفني والمدرب والكابتن هم اللي يمضوا ورد على ورقه جماهير اتحاد الكوره ويتقال ان لازم يا اما المدير الفني والكابتن يا اما المدير الفني ولا المنتخب ولا الاتحاد. كان في الوقت ده مفيش اتحاد مفيش مجلس اتحاد فالورقه ما رجعتش تاني وحاجه يعني ضحك جدا يعني عارف اللي هو شر لازم يضحك. يعني الموقف غريب يعني السبب الحقيقي ان محمد صلاح او ان عفوا ان المدير الفني منتخب مصر وان كابتن منتخب مصر ما وقعوش على التصويت اللي هم ارسلوه. ده بحسب مصدر في اتحاد الكوره يعني حضرتك لو فتحت الموقع ده هتلاقي مصدر في اتحاد الكوره هو اللي قال الكلام ده. ان هو فعلا تم التصويت لكن دون توقيع وتم التوقيع من كابتن علاء عبد العزيز وكابتن مدير المنتخبات فطبعا في كلام يعني اعتمد هذا التصويت. هل صلاح وصل الكلام ده ويتضايق منه؟ واعتقد ان هو لو الكلام ده حقيقي هيبقى من حق اللاعبين ويتضايق. طبعا حقه بصراحه بصراحه يعني انت بتتكلم في فروق بسيطه. انت التصويت على الاقل كان هيخش في احسن ثلاثه حاجه برضه يبقى السنه الثانيه الرابع طبعا لو وجد في المركز الرابع حاجه كبيره جدا يعني. طب ما نتكلمش من الموضوع صلاح انه يطلع ثالث احسن لاعب في العالم في 2018 ثم رابع احسن لاعب في العالم في 2019 دي حاجه في منتهى القوه وحاجه في منتهى الجمال يعني ما تقللش مني خالص يعني. لكن اعتقد يمكن يكون هو ده اللي ضايقه شويه ممكن يكون رد الفعل مبالغ فيه طبعا بحسب كلمه لعيب. ما دي بقى اللي عايز اسالك فيها دكتور عادل رايك ايه في تصرف محمد صلاح بان هو شال ان هو لاعب في منتخب مصر وبعد كده نزل تويتر بتحلل الكلام ده ازاي وبتشوفه ازاي من وجهه نظرك؟ برضه اعتقد فيها سن التفرع يعني هو ممكن يكون تصرع سن التفرع طبعا. بدا بعض الناس تاخدها تكهن ان هل صلاح مش هيلعب تاني المنتخب هل هيرفض الاستدعاء التوقف الدولي اللي جاي الشهر الجاي لكن ما اعتقدش ان صلاح يعني اعتقد صلاح اذكى من كده بكتير وعارف كويس قوي اهميته لمنتخب مصر وعارف كويس قوي اهميته للجمهور المصري وعارف الناس بتحبه ازاي واقفه وراه ازاي. ممكن يكون سن غضب شويه او زعل شويه هو خلينا نقول انه حق عندك ان يعني برضه يصبح لان هو عارف برضه مسؤوليته وعارف قيمته كويس بشكل كويس جدا. فاتمنى يعني ان الموضوع ما يطولش اتمنى ما اخش في ازمات تاني يعني كان عندنا ازمه قبل كده في حاجه تجاريه دلوقتي عندنا ازمه في حاجه رياضيه. يعني اتمنى برضه ان ازماتنا يعني كتير احنا للاسف للاسف يعني للاسف الشديد يعني اتمنى نحط في اعتبار ان خلاص احنا يعني عندنا اتحاد كوره جديد وعندنا جهاز فني جديد نبتدي صفحه جديده مع المنتخب ومع اتحاد الكوره وان شاء الله باذن الله يعني يبقى خير لان يعني احنا عايزين بقى يعني نخرج شويه يعني عايزين نتكلم كوره شويه احنا ما بنتكلمش اي حاجه غير المشاكل خلينا نركز في الكوره شويه بقى الفتره الجايه بالظبط وده الاهم في الحقيقه. طب الصحفي اللي ما اداش صوته اللي ده الاهلي امبارح الحمد لله الفريق كسب 1-0 على سموحه في بدايه بطوله الدوري كان بقى لنا سنتين بنتعادل اول ماتش لكن الانطلاقه قويه جدا بالنسبه للنادي الاهلي حتى لو النتيجه 1-0 بس لكن انت بتلعب فريق قوي زي فريق سموحه مدرب جيد هدف كمان في الحقيقه هدف اكثر من رائع تصرف ممتاز من رمضان صبحي. كان المهم بالنسبه لك ايه؟ المهم ان انت تاخد الثلاث نقط بالامس عشان تكمل انطلاقه مستر فايلر المميزه حتى هذه اللحظه مع الفريق الاحمر. فايلر كسب مباراه بره ارضه في بطوله افريقيا كسب السوبر على الزمالك وكسب اول مباراه في بطوله الدوري. الكلام كتير بقى في ايه؟ الاهم طبعا الثلاث نقط. الكلام كتير على بعض العناصر اللي ما بتلعبش او بعض العناصر اللي بتبقى خارج القايمه وتساؤلات بتبقى كتير. وفي الحقيقه الواحد بيلاحظ دايما على السوشيال ميديا هو ليه صلاح الجمعه بره القايمه؟ طب اليو ديانج يا جماعه عمل ايه عشان يخش القايمه؟ طب احمد الشيخ لعب اول ماتش طب الماتش الثاني راح فين والثالث راح فين؟ الكلام كتير قوي في الجزئيه دي لكن في نفس الوقت احنا في الاخر بنشجع مين؟ احنا بنشجع النادي الاهلي ما بنشجعش لعيب في النادي الاهلي كجمهور يعني للنادي طبيعي ان انت بتشجع يعني. في نفس الوقت برضو مستر فايلر امبارح بعد المباراه في المؤتمر الصحفي قال ان انا بجرب وبشوف عدد كبير من اللاعبين عشان اقدر اقيمهم واقف على مستويات كل اللعيبه اللي عندي خصوصا ان هو لسه راجل جاي ما بقالوش كتير يعني اسبوعين 20 يوم ما كملش 20 يوم يعني فبالتالي
مش من مصلحة النادي الأهلي خالص، مش مصلحة الفريق الأول لكرة القدم في النادي، إن إحنا دايما نقعد نترصد الأخطاء. على فكرة لو صالح جمعة وأحمد الشيخ وأليو ديانج والناس دي جوه القايمة وخرج ثلاث أسماء غيرهم أو أكتر من أو صلاح محسن كمان بالمناسبة، لو خرج غيرهم بره هنسأل برضه ليه الناس دي بره؟ فدي طبيعة الفرق الكبيرة، بيبقى عندك 30 لاعب القايمة بتاعتك أيا كان عددها قد إيه، كلهم لعيبة جامدة، كلهم جاهزين جدا إن هم يلعبوا أي مباراة. فالطبيعي والأفضل الأفضل من جمهور النادي الأهلي إن إحنا نركز بس في القايمة بتاعت ال 18 السكور شيت اللي هيخوض أي مباراة. الهدف من أي مباراة إن إحنا نكسب بغض النظر عن الأسماء. لكن خليك متأكد، خليك متأكد كأهلاوي إن بعد فترة لما مستر فايلر يقيم اللاعبين بالشكل الكامل وياخد انطباعاته الكاملة عن كل اللاعبين من خلال عدد المباريات اللي اتلعبت، هنقدر نشوف كل اللاعبين في مستويات مميزة جدا. وعلى فكرة دي استراتيجية وسياسة ممكن تكون فيها مجازفة شوية، في الحقيقة فيها مجازفة شوية، إن أنت لعبت أول ماتش بتشكيل أو عناصر اتنين تلاتة لعبوا وما لعبوش الماتش اللي بعده، لعب اتنين تلاتة غيرهم والماتش اللي بعديهم لعب أو الماتش التالت لعب لاعبين آخرين، هي مجازفة شوية. لكن أكيد أو الواضح كمان إن هي مجازفة محسوبة في ظل استراتيجية مستر بايلر في تجهيز أكبر كم ممكن من اللاعبين، ومجازفة ليه برضه لأن هو في انطلاقته لازم يكسب ثقة الجمهور. أعتقد إن هو كسب ثقة الجمهور، واكيد كسب ثقة الجمهور، مش اعتقد ليه، ده واحد خد سوبر من قدام الزمالك في ماتش صعب وعمل مباراه كبيره جدا، كسب بره ارضه 2-0، كسب امبارح 1-0، الثقه كويسه، الثقه اتاخدت عند جمهور النادي الاهلي حتى لو بنسبه ما، لكن هي نسبه كبيره. ففي كل الاحوال هنفضل مساندين لفكر واستراتيجيه مستر فايلر عشان هي دي مصلحه النادي الاهلي. وبالمناسبه البعض بيقول لك الاسماء فين، لكن انا ملاحظ ان الناس مبسوطه من طريقه لعب النادي الاهلي، الفكر الهجومي الدائم اللي بيلعب بيه مستر فايلر، حتى لو بدنيا انت محتاج بعض التظبيطات، لكن كل الامور دي هتتظبط على مدار الفتره اللي جايه، وبعد التوقف الدولي القادم هتبقى فرصه جديده او كبيره واضافه لمستر فايلر ان هو يرتب كل اوراقه بشكل عام. الاهم بقى في القصه كلها ايه؟ ان الاهلي كسب امبارح، هو ده المهم. الحمد لله الفريق كسب وخد اول ثلاث نقط، وان شاء الله القادم اهم دايما عند اي فريق بطل، ان هو بيفكر في اللي جاي، الجاي بالنسبه له اهم من اللي فات، حتى لو خد بطوله اللي جاي هو المهم. اللي جاي ايه؟ مباراه كانو سبورت يوم السبت القادم الساعه 9 على ملعب السلام، وان شاء الله باذن الله ممكن بعض يقول ما هي مباراه سهله، لكن مستر فايلر ايضا هيستفيد من هذه المباراه من خلال تجربه بعض العناصر برضه في اطار محدود عشان ما يتعرضش لاي كاب ولا قدر الله. فرصنا كبيره طبعا في التاهل باذن الله لدور المجموعات من بطوله دوري ابطال افريقيا. طيب عندنا بقى اخبار كتيره جدا اتكتبت على النادي الاهلي سواء في الصحف او في المواقع، هنبتدي بالصحف، يلا بينا. الاخبار: الاهلي يقص شريط الدوري باول ثلاث نقاط، هزم سموحه بهدف رمضان، بايلر يتفوق والعميد يفشل في ايقاف الجبهه اليسرى. الاهرام: الاهلي يقتنص اول ثلاث نقاط من سموحه، رمضان يعود للتهديف وعلامات استفهام على نجوم السوبر. الاخبار المسائي: الاهلي حقق المطلوب، الاحمر يعبر سموحه في بدايه حمله الدفاع عن لقب الدوري. المساء: الأهلي دايما كسبان، هزم سموحة بهدف رمضان في أولى مباريات الدوري، الأحمر ضيع أهدافا كثيرة وفايلر ناوي على الهجوم. المصري اليوم: الأهلي يجهز السولية لمواجهة كانو سبورت واختبار طبي لأزارو، المدرب السويسري يعد صالح بالفرصة أمام الإنتاج، ورئيس الفيفا يشيد بدور الخطيب في خطة تطوير الكرة الإفريقية. الدستور: الفريق راح 24 ساعة قبل مواجهة كانو سبورت، فايلر يفاضل بين 6 صفقات قبل الميركاتو الشتوي. الشروق: انفانتينو يشكر الخطيب على المشاركة في تطوير الكرة الإفريقية. عايز اعلق على كام خبر بشكل سريع جدا لان الوقت بيدهمنا شويه، لسه بدري بس عندنا فقره ضيف هتبقى مهمه جدا. عايز ابتدي بالاهرام سريعا. الاهرام بتقول ايه؟ ان الاهلي يقتنص اول ثلاث نقاط
من سموحه. رمضان يعد للتهديف وده شيء مهم قوي رمضان، وبالتالي هيكون مهم للفريق بكل تاكيد. علامات استفهام على نجوم السوبر، هو ده بقى اللي انا كنت بتكلم فيه قبل ما نروح للعناوين، ان ليه نجوم السوبر يعني حسين شحات ما ابتداش وكان نجم من نجوم المباراه، اجاي ما ابتداش وكان احد ابرز نجوم هذه المباراه، مباراه الزمالك، فتساؤلات في الصحافه كمان. الامور متعلقه باستراتيجيه مستر بايلر وان هو بيحاول يستكشف قدرات اكبر كم ممكن من اللاعبين في اسرع وقت، وده مهم جدا في اسرع وقت. ليه؟ لان انت مقبل على بطوله دوري ابطال افريقيا، لسه دور المجموعات وكلام من ده، بس انت بتجهز نفسك بالشكل اللائق والتام لهذه البطوله، فبتحاول تشوف الامكانيات اللي عندك كلها ايه وازاي هتقدر تستخدمها طبقا لفكرك انت وبالتحديد يعني مستر فايلر. فمش عايزين نستعجل ونختلق مشاكل وكلمات وازمات خاصه بالفريق، يعني الدنيا تمام وزي الفل الحمد لله، ان شاء الله يستمر النادي الاهلي في النصر. عايز اروح للمسا بسرعه، الاهلي دايما كسبان، هزم سموحه بهدف رمضان في اولى مباريات الدوري، ده كلام تمام عارفينه. الاحمر ضيع اهدافا كثيره، واستراتيجيه مستر فايلر بتتمثل في الهجوم بشكل كبير جدا، وبالمناسبه دي كانت تصريحاته كمان في مؤتمر صحفي بالامس، فايلر ناوي على الهجوم، وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه دلوقتي، واضح من خلال ثلاث مباريات على فكره. مباراه كانو سبورت اتذاعت على قناه الاهلي معايده طبعا، بس واضح برضو ان هو كان مركز على الجانب الهجومي، بدليل ان احنا ضيعنا فرص كتير قوي يعني. نروح للمصري اليوم، الاهلي يجهز السلاله لمواجهه كانو سبورت، السلاله جاهز والراجل ختم المباراه امبارح بشكل مميز جدا وبشكل بدني كمان اكثر من رائع ما شاء الله عليه عمرو السلاله. اختبار طبي لازارو، هيبقى فيه محاولات لتجهيز ازارو لهذه المباراه عشان يبتدي يخش مع المجموعه. المدرب السويسري يعد صلاح بالفرص امام الانتاج، صلاح فرصته هتيجي في بطولات كتيره جدا، وبعدين اسم زي صلاح ولعيب زي صلاح جمعه مش محتاج ان هو فرصه خالص يعني، لكن في ظل تواجد مدير فني جديد هو الراجل بيحب ان هو يشوف ويقيم بنفسه من خلال التدريبات ومن خلال المباريات وكلام من ده، اكيد هيبص على صلاح جمعه بالشكل المناسب، وصلاح اكيد ورقه مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. طيب عايز اروح كمان للدستور وكلام على صفقات النادي الاهلي في يناير، وكلام سابق لاوانه في الحقيقه جدا. بيقول لك فايلر يفاضل بين ست صفقات قبل الميركاتو الشتوي، طب انا عايز استعرض مع حضراتكم اسماء الصفقات اللي هم كاتبينها في متن الخبر. قال لك ايه؟ قال لك باهر المحمدي لاعب الاسماعيلي، جاكسون موليكا لاعب مازيمبي، طاهر محمد طاهر لاعب امبي او عفوا لاعب المقاولون، اريك تراوري لاعب بيراميدز، حسام حسن لاعب سموحه، كهربا لاعب افيس البرتغالي. بيتكلموا دايما على ان الاسماء دي موجوده على طاوله لجنه التخطيط للكره بالنادي الاهلي، هل هي موجوده؟ منطقي؟ منطقي ان اسماء زي دي مش تبقى موجوده على طاوله لجنه التخطيط في النادي الاهلي بس، لا ده في كل الانديه الكبيره اللي بترغب في تدعيم صفوفها عادي، لكن المفاضله هتبقى من خلال رؤيه مستر فايلر. مستر فايلر هيتفرج على هذه الاسماء، هيتابعهم طبقا لاحتياجاته في المراكز اللي هو محتاج يدعم فيها، فالاسماء دي موجوده ممكن جدا ان هي تكون موجوده، او بعضها مش عايز اقول كله، بعضها ممكن يكون موجود يعني، فده طبيعي. لكن يناير لسه الموضوع سابق لاوانه، احنا لسه في شهر ايه؟ في شهر 9 بيخلص، عندك 10 و11 و12 ثلاث شهور ونص تقدر لسه تفكر فين المكان اللي انت عايز تدعم فيه، كل هذه الامور يعني لسه بدري شويه، احنا بنستعجل دايما هنا في مصر على الصفقات، بنبقى متحمسين ليها قوي في الحقيقه. طيب نروح لاخبار الاهلي في المواقع، يلا. الموقع الرسمي للنادي الاهلي، الاهلي يبدا غدا استعداده لمواجهه كانو سبورت. فيتو فايلر يوضح سبب عدم استقرار تشكيل الاهلي. صدى البلد فرمان فايلر للاعبي الاهلي بعد مواجهه سموحه. الشروق عبد الحفيظ اغلقنا ملف الدوري ولن نستهتر بمواجهه كانو سبورت، مهم قوي. في اليوم السابع توماس يحدد برنامج تجهيز لاعبي الاهلي لمواجهه ضغط المباريات. سوبر كوره مروان محسن يخضع لجراحه عاجله في الوجه ويغيب شهر ونصف. الوطن سبورت مصدر بالاهلي ازارو جاهز لقياده هجوم الاهلي امام كانو سبورت. مبتدا فايلر يدرس استبعاد رمضان صبحي من لقاء كانو. الفجر الرياضي 5000 مشجع لمواجهة الأهلي وكانو سبورت بالسلام. موقع الكابتن الأهلي يكثف اتصالاته لزيادة عدد جماهيره في لقاء كانو سبورت الغيني. في الجول مرتجي وسراج الدين يبحثان مع ممثلو الأندية العالمية سبل التعاون مع الأهلي.
الموقع الرسمي للنادي الأهلي، الأهلي يكشف عن ألبومه الرسمي في مؤتمر صحفي غدا الأربعاء. الموقع الرسمي بيتكلم على ان الاهلي يبدا بكره او غدا استعداده لمواجهه كانو سبورت. احنا عارفين ان في راحه 24 ساعه للفريق بعد فتره اللي فاتت كان فيها مباراتين ورا بعض، ماتش يوم الجمعه وماتش امبارح، فاكيد في اجهاد، فبالتالي كان في راحه قرار من الجهاز الفني. بكره ان شاء الله الفريق هيستأنف تدريباته الساعه 5 باذن الله ويستعد لمباراه كانو سبورت. بالمناسبه مباراه مهمه جدا مش عايزين نستهتر بيها ابدا. فيتو فايلر يوضح سبب عدم استقرار تشكيل الاهلي، اتكلمنا على الجزئيه دي وعايزين نقرب للصوره بشكل اكبر. نشوف تقرير مستر فايلر وتصريحاته عقب مباراه الاهلي وسموحه بالامس. يلا بينا. Nous avons dominé presque toute la première mi-temps. On a aussi marqué le premier but qui a été mérité. Les premières 30 minutes de la première mi-temps mieux que les dernières 15 minutes. Deuxième mi-temps, on a eu beaucoup des arrêts, beaucoup des petites fouls, des choses qui n'ont pas donné une. Un jeu qui va continuer tout le temps tout seul. Le shot الثاني كان في لعيبه كتير اتصابت وكان في ايقاف كتير لاصابات اثر على ايقاع اللعب. C'était pas si facile mais on a seulement donné une seule occasion à l'adversaire. ما كانش سهل بس احنا ادينا يعني الخصم جاله فرصه واحده بس. Mais on n'a pas profité avec les occasions qu'on a eues pour marquer le deuxième but, pour calmer le jeu. Et si avec un résultat comme 1-0, tu dois quand même être attentif jusqu'à la fin. Parce que c'est toujours possible de encaisser un but, mais à la fin, on a mérité de gagner ce match-là. On a eu des forces qui peuvent nous faire le deuxième but et nous faire le match. Mais malheureusement, nous n'avons pas fait ça. Nous avons fait un match 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 match. Et je peux aussi dire qu'on a aussi senti un peu les dernières deux semaines parce qu'on a eu le voyage à Malabo et le match de Champions League. Et il y a trois jours, le grand match contre Zamalek. Et on a aussi senti un peu la fatigue dans la première mi-temps de quelques joueurs. طبعا لازم اقول لك كان في حاله من الارهاق لان احنا طبعا كنا مسافرين ملابو في غينيا الاستوائيه، لعبنا المباراه هناك ورجعنا بعد ثلاث ايام لعبنا ماتش بتاع الزمالك، بعد كده الماتش دلوقتي في بدايه الدوري، فحسينا حتى في بدايه الشوط الاولاني بعد مرور بعض الدقائق حسينا بعض اللعيبه تعبانه مرهقه. Je sais pas exact mais il a quand même une blessure qui peut être un peu plus grave, j'espère pas et je le souhaite comme tout le monde de nous bonne réhabilitation. هو مش عارف بالظبط التشخيص ايه بس اعتقد ان الاصابه هتبقى يعني جامده شويه وكتبعته لفتره، واتمنى يا رب يكون بس ايه ما تكونش الاصابه يعني خطيره وتحلم. Alors dans le foot aujourd'hui c'est important que de jouer très compact contre le ballon mais c'est clair avec Al Ahly et avec toutes les équipes que j'ai entraîné je veux aussi créer des occasions, ça c'est quelque chose que tout le monde veut avoir. Tout le monde veut voir un foot offensif, de créer des actions devant le but d'adversaire. Mais on a besoin de toutes les deux choses. Hein. Il faut aussi bien jouer contre le ballon. Et moi, je vais m'entraîner avec tous les joueurs que j'ai dans les contingents et avec tous les jours que j'ai le temps pour faire quelque chose de s'améliorer. هو بيقول ان هو طبعا كرة القدم الحديثة مهم انك تلعب كواحدة واحدة وتلعب دفاعي وهجومي، احنا طبعا انا بهتم بالكرة الهجومية وبعملها مع كل الفرق اللي لعبت معاها، بس طبعا المفروض ما نغفلش الجانب الدفاعي، المفروض برضه بنشتغل عليه، وانا مبسوط لان الشغل بتاعنا بنشتغل عليه كل يوم، كل يوم ببقى عامل ملحوظات للعيبة بحاول اطور من حاجات وبشوفها في الملعب ولسه بشتغل على حاجات تانية. Oui, je suis pas si longtemps ici, je fais la connaissance avec des joueurs, les joueurs avec moi. On va adapter un style peut-être un peu différent et ça dure un peu plus de temps et j'ai besoin de plusieurs joueurs parce qu'on a beaucoup de matchs à jouer et il y a des rotations hein, mais je vais quand même aussi chercher une équipe de base, pas les 11 de base mais peut-être 14, 15, 16, 17 joueurs mais à la fin c'est très facile, les meilleurs joueurs jouent. ويقول طبعا الاصابات لما يكون فيها غيابات بتاثر على الفريق فبضطر العب لعيبه ثانيه، بس انا برضو انا لسه جاي جديد، انا لسه حديث العهد مع الفريق، ما اعرفش اللعيبه كويس فبديهم بجربهم وبشوف، وطبعا كويس على حسب طريقه لعبي ان يكون عندي اكتر من لاعب جاهز في كل مركز عشان اقدر اطبق فكري بعد كده، بس عشان السبب الحاجتين زي ما قال لك في الاول علشان الاصابات وعشان برضو بيجرب اللعيبه.
بجربهم عشان احاول يبقى عندي اكتر من لاعب في اكتر من مركز يكونوا جاهزين عشان انا اقدر اتعامل وانفذ الفكر الخاص بيا بالشكل اللي انا بتمناه. كلام كله منطقي، ممكن التوقيت بس اللي ممكن نتفق او نختلف عليه ما فيهاش حاجه يعني، لكن في كل الاحوال الراجل بينفذ المطلوب لحد دلوقتي. كسب 3 ماتشات مهمين قوي في بدايه مسيرته، وبدايه دايما بتبقى صعبه لكن هي بتبقى مفتاح لنهايه ان شاء الله جميله ومليئه بالسعاده لكل الجماهير الاهلاويه. بس بالمناسبه يعني مستر فايلر اتكلم في الاول قال ان رتم المباراه قل بسبب الاصابات الكتير كانت في الشوط الثاني، وانا هنا بصراحه عايز اتكلم في نقطه بقى. انا نفسي يا جماعه يشوفوا في الفيفا كده تحاول تعمل لائحه ان مش اي اصابه الكره تقف، مش اي اصابه لاعب الفريق الاخر عشان موضوع الفير بلاي. طبعا احنا مع الفير بلاي وان سلامه اللعيب اهم بكتير من اي حاجه وكل الكلام من ده، بس في حاجات مثلا اللي بتبقى في الانكل، بتبقى في الركبه، لحتى لو بسيطه الركبه لو متعلقه بالرباط الصليبي مفيش مشكله، بس برده ده مش هيبان. لكن في كل الاحوال احنا عايزين نتمتع كوره. امبارح الماتش كل شويه يقف، كل شويه نطلع كوره بره عشان لاعب من صبحه واقع، كل شويه نطلع كوره بره عشان لاعب مش عارف ايه. ما عمر ما الكره هتتمتع بيها في مصر كده. دي جزئيه ما اعرفش هيحلوها ازاي، ما اعرفش ممكن تتحل اصلا ولا لا، لكن نفسي تتحل عشان زي ما بنشوف في اوروبا كده مش اي خبطه لعيب يقع يقعد ساعتين في الارض يعني. دي نقطه. النقطه الثانيه فيما يتعلق بالاخراج للمباريات، يا جماعه والله احنا بني ادمين عايزين نتفرج على الماتشات بشكل كويس. امبارح الريزوليوشن سيء جدا جدا، مش عارف احدد اللعيبه وانا بتفرج على التلفزيون. والله عندي شاشه كويس يعني، عندي تلفزيون كويس مش وحش، عادي ان انا ممكن اتفرج بشوف عليه ماتشات في الدوريات الاوروبيه بصوره واضحه. فالواضح ان العيب عندنا هنا احنا، ما اعرفش بقى هل القناه اللي بتنقل المشكله عندها هي، هل العيب متعلق بشيء تقني انا ما اعرفوش او ما فهموش، مش عارف. بس نفسنا نشوف الصوره بوضوح. ريزوليوشن امبارح سيء جدا، الواحد مش عارف يتفرج على الماتش يعني. الاخراج كمان الجون بتاع رمضان صبحي شفناه وهو الكوره بتخش الجون، مع احترامي الكامل لكل زمايلنا على فكره، وارد انك تغلط وارد انك ما تغلطش وكلام من ده، كلنا بنغلط في شغلتنا على طول بنغلط عادي، ده وارد في اي شغلانه في الدنيا يعني. بس الاخطاء لازم تتصلح. الاخراج عندنا بقى لنا 20 سنه الاخراج ما بيتصلحش. انا بحب اتكلم بصراحه دايما يعني، لان الواحد دايما نفسه يتمتع زي ما يتمتع بالكوره بره مصر، يتمتع الكوره بالكوره في بلده يعني. انا نفسي في كده بصراحه. نكمل اخبارنا. الشروق بتقول ان عبد الحفيظ، او تصريح للكابتن عبد السيد عبد الحفيظ بعد الماتش امبارح، قال ان احنا اغلقنا ملف الدوري ولن نستهتر بمباراه كان سبورت. اهم شيء ان احنا ما نستهترش طبعا مباراه كان سبورت، بالعكس نحاول نستفيد منها اكبر استفاده ممكنه. نشوف تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سامي قمصان في التقرير الجاي. يلا. الحمد لله طبعا بدايه الدوري بتبقى محتاجه تركيز كويس قوي، محتاجه اهتمام كويس قوي، وخصوصا كمان انت طالع من مباراه السوبر اللي هي قبل 72 ساعه يعني مش فاهمها دي. لكن في النهايه يعني حتى لو في مباراه سوبر ولا حاجه قبل كالمعتاد في كل الدول بتبقى العمليه بتديني 4 أيام 5 أيام يعني. النهارده كمان بتلعب مباراه سموحه في بدايه المشوار، مباراه صعبه وانت خارج كمان من بطوله بتحاول ان انت تعمل دوافع كبيره جدا. الفتره الزمنيه ما بين مباراه السوبر ومباراه سموحه كانت قليله، فضلنا طبعا ان احنا نقعد هنا في اسكندريه، لكن الحمد لله رب العالمين اعتقد ان احنا كنا ممكن كمان نكسب. وسموحه تحت ليها فرص بس اعتقد ان معظمها من الكرات الثابته ودي كانت الخطوره عندهم يعني، لكن الحمد لله رب العالمين. طيب يعني يمكن بالتاكيد دي حاجه خاصه بالجهاز الفني وادارته للقاءات، لكن في النهايه انا طبعا زعلان جدا على اصابه مروان محسن. هي هنشوف بنعمل له اشعه دلوقتي وطالبين الاسعاف ان هو يجي له، لان في حاجه في عظمه الوجه يعني، يا رب ما تبقاش كسر ولا حاجه لان او تتطلب اي جراحه. اعتقد ان كان في الشوط الاول كانت ممكن العمليه يتم سيطرتها لو في انذارات من بدري يعني، في اول ثلث ساعه او ربع ساعه كان في خشونه زايده جدا عن الحد. الحاجات اللي زي كده انا مش حكم ولا ليا في الامور التحكيميه، لكن في حاجات لما بتتكرر كل 10 ثواني كل 20 ثانيه، اشتراك بعنف اشتراك بعنف اشتراك بعنف، ما بيبقاش فيها قرار، اعتقد بتوصل للحاله اللي احنا وصلنا لها بتاعت مروان محسن يعني. لكن الحمد لله على كل شيء. يمكن اكتر حاجه زعلتني النهارده هي اصابه مروان محسن يعني. اي فرقه محترمه في الدنيا كلها واي فرقه بتلعب على بطوله الدوري بالتحديد يعني، بطوله الدوري اللي هي بتحتاج نفس طويل جدا جدا، لازم يبقى عندها الناس كلها قريبا جدا في المستوى، ما تبقاش واحد ياخد 10 من 10 وواحد ياخد 9 من 10 والتاني ياخد 4 او 5، لازم يبقى التفاوت او
الاختلاف ما بين الرقمين يكون قريب جدا، يعني 8 و7 9 و8 كده يعني. فاحنا عندنا المستويات كلها قريبه، عشان كده ما بيبقاش عندك اي قلق يعني من في اي تغيير او لا قدر الله اي ظروف بتبقى خارجه عن ارادتك او مش معتدل. لكن زي ما قلت لك يعني هي دي الدوري او هو ده الدوري، نفس طويل جدا. عندنا مباراه النهارده خلصناها، هنخش في استعداد لمباراه افريقيا كان سبورت يوم السبت اللي جاي ان شاء الله على استاد السلام كاخر ملعب جالنا في الفتره الحاليه يعني، وبعد كده هنشوف مباراه الانتاج الحربي. لكن هو الموسم كده بيتاخد مراحل بتقسمه سواء كان افريقيا او محليا يعني. الحمد لله، ممكن هو ده اللي فكرنا فيه بدايه من لقاء كابتن خطيب مع اللعيبه ومع الجهاز، ان دي بدايه مهمه جدا وبطوله مهمه جدا ولازم نفصل. ودي الحمد لله عاده لعيبه النادي الاهلي، وان بيفصل بين كل البطولات، ويمكن اللعيبه الحمد لله استوعبت كده. وزي ما انت قلت يمكن السنتين اللي فاتوا كان بدايه يعني مش جيده، بتعادل السنه اللي فاتت مع الاسماعيلي في البدايه واثرت علينا بعد كده، لكن الحمد لله احنا استوعبنا الدرس، واعتقد الحمد لله احنا حققنا الهدف من المباراه الحمد لله وثلاث نقاط. طبعا مهم جدا، ممكن ما تنساش قبل كده برضو اللي احنا كنا بنلعب مباراه كان سبورت، سفر كبير جدا حوالي 12 ساعه، وبعد كده تلعب مباراه كبيره، وبعد كده ترجع تاني نفس القصه، وبعد كده تستعد لنادي الزمالك مباراه انت عارف مباراه القمه بتبقى عامله ازاي يعني، وشد العصب اللي فيها. يمكن احنا ما رجعناش من ساعه مباراه نادي الزمالك، فكان كل دي بتزيد من صعوبه المباراه. يمكن الحمد لله يمكن هي دي اللي الراجل فكر فيها في الروتيشن اللي حصل دوت، الحمد لله تدي نفس برضو للعيبه لينا وتدي راحه ارتياحيه للعيبه اللي هي برضو بتقدر تلعب وتستعد كويس. ودي الحمد لله اللي الراجل دايما بيتكلم فيها، اللي دايما لما يكون في سيستم باختلاف الافراد بس انت هتحافظ على نفس الشكل اللي انت فيها. مهم جدا ان انت تدي لعيبه فرص، مهم جدا ان انت تخلق منافسه باللعيبه. انت عندك موسم كبير جدا بتلعب على كل البطولات سواء افريقيا او في الدوري او في الكاس، مباريات متلاحمه ورا بعض، لازم يكون عندك البديل جاهز. الحمد لله زي ما انت بتقول يعني النهارده هاني بيلعب مباراه كويسه، قبل كده فتحي ما شاء الله عامل مباراتين كبار جدا، جيرالدو كويس، حسين جونيور، وبعد كده مروان نفس القصه. فالحمد لله دي، ولسه طبعا الشيخ قبل كده برده عامل مباراه كبيره في افريقيا، فعاشور لما بينزل، وليد سليمان ما شاء الله برده نفس القصه بيعمل لك شكل وبيحافظ على الاداء. فاعتقد ان دي من الحاجات الايجابيه اللي الراجل بيفكر فيها، والحمد لله اللي هو ناجح فيها لحد دلوقتي الحمد لله. طبعا رمضان ربيع من اللعيبه المميزه جدا واللعيبه الاساسيه جدا، يمكن افتقدنا فترات كبيره من السنه اللي فاتت، لكن الحمد لله بيمثل قوه هو وايمن طبعا وياسر وكل اللعيبه الموجوده، وده اللي بنحاول نشتغل عليه ونعمله، ان احنا يكون عندنا حلول كتيره، يكون عندنا لعيبه ان شاء الله قادره اللي تحافظ على اسم النادي الاهلي، وان شاء الله استمراريه ان شاء الله في الاداء. انت عارف اللي ده قدر النادي الاهلي دايما، ان انت بتلعب على كل البطولات، ان انت بتلعب مباريات متلاحمه مع بعض، ان انت لازم يكون لعيب عقليه لعيب النادي الاهلي غير اللعيبه الثانيه اللي انت بتنافس على كل البطولات يعني. ممكن الحمد لله دي عاده النادي الاهلي، وزي ما انت قلت زياره الكابتن الخطيب طبعا اثرت على اللعيبه، بتاثر بتدي قوه بتدي باور وبتدي يعني ان مجلس الاداره دايما في ظهرنا، هو دايما في ظهرنا، واعتقد الحمد لله اللي جابت مردودها. وان شاء الله نفكر زي ما انت قلت المباراه الجايه ان شاء الله نعديها، وان شاء الله نفكر بعد كده في الدوري ان شاء الله. كلام مهم جدا من الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سامي قمصان. في الحقيقه المباراه امبارح كان فيها مكاسب مميزه جدا، ابرزها طبعا فعلا رامي ربيعه وعودته للمشاركه بعد الاصابه الخفيفه اللي كانت عنده في العضله الخلفيه، ان شاء الله يتمنى له الاستمراريه بدون اصابات، ربنا يا رب يحميه من الاصابات. من ضمن الخسائر برده، وده الخبر اللي عايز اتكلم مع حضراتكم فيه فيما يتعلق بسوبر كوره، وان مروان محسن تعرض لاصابه قويه شويه، عمل جراحه النهارده الصبح، كانت جراحة عاجلة في الوجه، وهيغيب حوالي شهر أو شهر ونص، وجاله كسر في عظام الوجه والفك العلوي، إصابة رخمة شوية بصراحة، لكن إن شاء الله نتمنى له العودة سريعا. وعمل أسيست لرمضان صبحي، هدف كان أكثر من رائع. التعليق بس في الحقيقة يعني جيرالدو إحنا مستنيين منه أكتر من كده مش بكتير، ده بكتير قوي 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 بالصبح يعني. الأداء إمبارح بتاعه لا، في علامة استفهام بصراحة، في علامة استفهام على جيرالدو، ان شاء الله يتحسن، مستنيين منه افضل من كده بكتير، لان احنا عارفين امكانياته المميزه بشكل جيد جدا، وبيؤدي بيها دايما مع منتخب انجولا، ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق خلال الفتره الجايه. سريعا عايز اعلق على خبر من اخبار الاهلي في الموقع، والموقع الرسمي بيقول ايه؟ بيقول ان الاهلي يكشف عن البومو الرسمي في مؤتمر صحفي غدا الاربعاء، وبكره هيبقى في مؤتمر في مقر النادي الاهلي بالجزيره، ده عشان يكشف او يصدر البوم متعلق بكل تاريخ ورموز نجوم النادي الاهلي وبطولاته على مدار
العصور كلها. هيحضر المؤتمر ده طبعا العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي وامير توفيق، وكمان هيحضر مصطفى احمد مصطفى مدير شركه برو سيرف، دي الشركه اللي تعاونت مع النادي الاهلي بخصوص هذا الالبوم. شيء مهم وبيهم طبعا الجماهير بشكل كبير جدا، هم يعرفوا تاريخ ناديهم زي ما هم عارفينه بس يبحثوا فيه اكتر واكتر، ده شيء مميز. اهم الاخبار المحليه والعالميه ايه؟ اليوم السابع، حسام البدري يرفض وديه البرازيل والبحث عن مباراه افريقيه. سوبر كورة، شوقي غريب يخاطب منتخب نيجيريا لمواجهته وديا في اكتوبر المقبل. بوابة فيتو، البدري يجتمع مع غريب لتنسيق اختيارات اللاعبين لأجندة اكتوبر. البوابة سبورت، اليوم الجنايني يعتمد الجهاز المعاون للبدري والإعلان غدا. 1-3، طارق مصطفى يرفض ضغوط الجنايني لقبول وصايا البدري. بوابة الشروق، لهيطة، المحمدي وأجري صوتا لصلاح في استفتاء الأفضل، اسألوا اتحاد الكرة أين ذهبت الأصوات. في الجول، هاني رمزي، لم يطلب منا التصويت في أفضل لاعب بالعالم ورسالة صلاح. الشروق، تعرف على تصويت مدرب الجزائر في استفتاء أفضل مدرب ولاعب بالعالم. في الجول، المحمدي اللي في الجول، منحت صوتي لصلاح في استفتاء الأفضل منتصف أغسطس ولا أعرف ماذا حدث. الفجر الرياضي، هكتور كوبر يغزل محمد صلاح في التصويت لجائزة الأفضل. الوطن سبورت، مورينيو يعود للهجوم على محمد صلاح، يحتاج لبذل مجهود مضاعف. 1-3، مدرب ويست بروميتش يحدد موعد مشاركة أحمد حجازي. يلا كورة، ربما يحصل على دقائق معدودة، بوجبا يعود لقائمة يونايتد قبل مباراة كأس كاراباو. سكاي نيوز، ليفربول يقترب من صفقة تاريخية. سبورت 360، امبابي يدافع عن إيكاردي، إنه مثير للاهتمام. موقع الكابتن، ضربة جديدة، ريال مدريد يعلن إصابة مندي والفريق بدون ظهير أيسر. البوابة سبورت، يوفنتوس يقترب من إبرام صفقة تبادلية مع سان جيرمان. عادي بتحصل. طيب، أخبار كتيرة جدا هنعلق عليها بشكل كامل مع ضيفنا العزيز في الفقرة اللي جاية، الأستاذ محمود عبد السميع، وهنتكلم في تفاصيل كتيرة جدا سواء محليا أو عالميا، لأن في حاجات بصراحة محتاجة تعليق مهم جدا. استنونا بعد فاصل. استاذ محمود عبد السميع، الناقد الرياضي بالاهرام، منورنا ومشرفنا في الاستوديو. ازيك يا استاذ محمود؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله رب العالمين تمام، ومساء على جماهير النادي الاهلي وجماهير الكره المصريه. منورنا ومشرفنا. نورك. عندنا ملفات كتير جدا عايزين نتكلم فيها، خلينا نبتدي بموضوع محمد صلاح. يعني الموضوع انا مش بيني وبينك مش عايز اتكلم فيه كتير جدا، لان هو قصه خدت حجم كبير، لكن بتقيم ازاي ما حدث سواء من محمد صلاح او سواء في ما يتعلق بين الاصوات هناك ما اعتمدتش في الفيفا اصوات المصريين يعني وكلام ده؟ بص اقول لحضرتك على حاجه، احنا موضوع محمد صلاح عايزين نقسمه لثلاث اجزاء. الاول كويس، جزء يخص محمد صلاح، جزء يخص اتحاد الكوره السابق طبعا، وجزء يخص الصحفي المصري اللي صوت في كويس. خلينا كان في اتحاد الكره الاول، وطبعا ما حصل يعني ما حدث في تخبط جامد جدا في موضوع محمد صلاح من جوه اتحاد الكره. الناس بتقول لك لا ده اجيري صوت هو احمد المحمدي لمحمد صلاح، الناس بتقول لك لا ده شوقي غريب هو اللي صوت لمحمد صلاح واحمد المحمدي، احمد المحمدي طالع يقول لك لا انا صوتت لمحمد صلاح
والاصوات ما وصلتش، حاجات يعني ما تقريبا بدايه جدا يعني. ده رقم واحد. رقم اتنين، نتكلم في الصحفي اللي هو المصري المفروض. قبل ما نروح للصحفي المصري، نصدق مين في كل الكلام اللي طلع؟ يعني كابتن هاني رمزي قال ان احنا اصلا ما طلبش اننا احنا نسيطر على حاجه. المهندس قبل هيطة مدير المنتخب السابق قال لك ايه؟ قال لك ده اجيري ومحمدي صوتوا واحنا ادينا الاصوات دي لاتحاد الكوره، ومفروض ان اتحاد الكوره ارسلها. اتحاد الكوره دلوقتي النهارده مش اللي هو كان موجود ساعتها طبعا، بس هو بيقول لك ايه؟ ان كابتن شوقي غريب ومحمدي ادلوا بصوتهم بيسالوا الفيفا الاصوات دي فين؟ نصدق مين احنا في القصه؟ انا الفكره كلها انا زي ما بقول لك في تخبط، في حاله من التخبط زي ما حصل قبل كده من اتحاد الكوره، قرارات كتير وحاجات كتير حصلت احنا مش فاهمينها لحد دلوقتي. فانا شايف الموضوع ما لا انا مش مصدق يعني، انا اللي مصدقه ان مفيش حد صوت. مفيش حد صوت. من وجهه نظري انا الشخصيه يعني او اللي مستوعبه من القصه. يعني ايه النهارده انا صوت والصوت ما وصلش؟ ما وصلش ازاي؟ او بص انا شايف ان ممكن يكون في اهمال، حد نسي، لكن فكره ان انا صوتت وما وصلش دي انا مستبعدها. مش يعني منطقيه شويه. مش منطقيه يعني، اشمعنى انت؟ اشمعنى اتحاد الكوره؟ صح. بس فاشمعنى هل مثلا حصل قبل كده او حدث قبل كده ان في ازمه شبيهه لدي مثلا الموسم اللي فات او اللي قبليه؟ ما سمعناش اول مره اسمعها. ففكره ان انا صوتت وما وصلتش، لا عاوزين نخرج منها شويه بقى. بس طيب قلت لي الجزء الثاني فيما يتعلق بالصحفي المصري هاني دانيال اللي صوت. هاني دانيال هو مش صحفي رياضي بالظبط، انا ما اعرفش هو بيصوت بناء على ايه او فكره. انا شايف القصه شو بالنسبه له شويه، انا ما اعرفوش يعني شخصيا، او هو زميل راجل محترم. مع الاعتراف ان هو ده رايه الشخصي، ما فيش اي مشكله. لكن انا عايز اديك مثال مثلا لشيء معين. يعني هيكتور كوبر السنه اللي فاتت لما كان متولي مسؤوليه منتخب مصر ما صوتش محمد صلاح على ما اتذكر، صوت لميسي مواطنه. السنه دي برضو صوت لميسي، يقول لك احدى المواقع يقول لك ان هكتور كوبر خدع محمد صلاح وكلام من ده. فالمنطقي اكتر ان انت بتصوت لابن بلدك عادي، وفي اوروبا مش الموضوع مش متعلق بعاطفه بس عندنا في مصر. يعني احنا عاوزين بس نفهم القصه عامه. الاستاذ هاني دانيال صوت بناء على ايه؟ اولا انت مش ناقد رياضي، انت راجل صحفي مصري، تمام، يعتبر كده خلاص انت مشجع، انت دخلت في قصه المشجع، انت مش ناقد رياضي، انت فاهم القصه. انا عاوز اتكلم في ايه؟ فهو صوت بناء عليه. انا شايف القصه بالنسبه له شو مصر كلها تتكلم، وفي صحفي اسمه هاني دانيال ما صوتش لمحمد صلاح، لا صوت لمحمد صلاح، لا مش عارف ايه القصه. القصه انا شايفها خارج اطار المهنيه تماما، يعني خارج اطار المهنيه. المهنيه تماما، انت راجل مش ناقد رياضي. انت النهارده طب هو بيصوت بناء على ايه؟ هل في معايير معينه ولا هو من خلال تواصله مع الفيفا مثلا؟ انا شايف لا، قصه تواصل برضه، ما فيش معايير. النهارده ما فيش ولا ناقد رياضي مصري صوت في في الاختيارات غير هاني دانيال، وهو اصلا مش راجل مش ناقد رياضي. ففي هنا في لبس احنا مش فاهمين. طب انت النهارده صوت وجات لك الفرصه ما صوتش محمد صلاح بناء على ايه برضه؟ يعني خصوصا انه بيبقى انتصار يعني هو انتصار وطني. خلاص انت يعني القصه زي ما انت بتقول وطنيه في المقام الاول، وطنيه. بالظبط، خلاص انتصار للبلد في الاخر. لما يكون عندك واحد بياخد جايزه كبيره. بص اقول لحضرتك على حاجه، انت النهارده تكون حريتك الشخصيه هي المعيار، لما تكون بتصوت من خلال الاكونت بتاعك على فيسبوك على تويتر انت حر. لكن انت النهارده طالع باسم ان انت راجل ناقد رياضي او انت صحفي مصري، فخلاص فكره ان قصه الراي الشخصي بتاعك ده ممكن نركنها على جنب شويه. ده من وجهه نظر انا يعني. بس ده فيما يتعلق بالصحفي المصري هاني دانيال. اتحاد الكوره بقى، انا بقول لك اتحاد الكوره فيه تخبط. طب محمد صلاح، يبقى انت ما تكلمش عن محمد صلاح. ما تكلمش عن محمد صلاح. محمد صلاح بقى ان هو رد فعله بتقيمه ازاي؟ وبعدين تويتر اللي نزلها بتشوف يعني هل ليها لازمه اللي حصل ده؟ لا هو ملوش لازمه برضه. هو قصه بالنسبه لي انا شفت يعني، انا شفت النهارده لقيت كل المواقع وكل الاكونتات على السوشيال ميديا بتتكلم عن محمد صلاح، شال كلمه لاعب مصري او لاعب في منتخب مصر، واكتفى بان هو لاعب في ليفربول. يعني انا شايف التصرف يعني مش تصرف محترف يعني، او تصرف محمد صلاح. حد بقيمه محمد صلاح، حد قيمه وقامه دلوقتي، حتى لو حقه انه يزعل ما يزعلش بالطريقه دي. يعني انا شايف انها قصه يعني هي يعني ما ضافتلوش. انا شايف انها ما ضافتلوش، شالت من رصيد الناس خلاص النهارده بتتكلم عنك، انت ازاي تشيل كلمه زي دي كلام. انا شايف الموضوع ما يعني تصرف غلط محمد صلاح جدا. من وجهه نظري برضه تصرف خاطئ جدا. ومش متوقع من حد زي محمد صلاح يعني. انت خلاص حصل اللي حصل انت، لكن كلمه زي دي ما او انا شايف اللي ملهاش لازمه يعني. بس بعدين نزل تويتر بعد كده، مهما حاولوا ان هم يكرهوني ولا مش عارف بصورته على صدره جماهير المصريه وبتاع، برضه شايفها برضه يعني حتى المعالجه خاطئه خلاص يعني. انت ما كنتش بدات من الاول، انت دلوقتي خلاص انت كمحمد صلاح
كل خطوة وكل كلمة وكل تويتة بتكتبها محسوبة عليك. مع حبنا وتقديرنا طبعا لمحمد صلاح، بس هو خان التوفيق في هذا التصرف بصراحة، يعني ما ينفعش نقول على الغلط صح إطلاقا يعني. طيب عندنا كلام آخر كتير جدا بخلاف قصة محمد صلاح، بقى هنقفلها خلاص وهنتكلم عن النادي الأهلي، بس هنروح لفاصل الأول. بعد الفاصل نرجع نتكلم على مباراة الدوري بشكل عام، وبالتحديد فيما يتعلق بالنادي الأهلي عقب مواجهة سموحة والفوز بأول 6 نقاط للفريق في بطولة الدوري. استنونا بعد الفاصل. نروح لملف آخر قبل ما نتكلم عن الأهلي باستفاضة، وفيما يتعلق بمنتخب مصر الأول. كابتن حسام بدري مدير فني خلاص، وعرفنا جهاز هيتم الإعلان عنه بكرة أو بعد إن شاء الله بإذن الله في مؤتمر صحفي، مع كابتن محمد بركات، مع كابتن معوض، كابتن أحمد أيوب، كابتن طارق مصطفى، كابتن أيمن طاهر. معايا خبر من اليوم السابع أن كابتن حسام بدري بيرفض ودية البرازيل ويبحث عن مباراة إفريقية. هل أنت مع الاتجاه ده وتفكير كابتن حسام بدري، ولا كان يبقى جريء شوية ويلعب مع البرازيل أول مباراة عادية؟ حصلت قبل كده أعتقد مع برادلي. بص أنا شايف أن كابتن حسام بدري عنده حق بنسبة كبيرة أنه يلغي مباراة يعني هنلعب منتخب بحجم البرازيل في الفترة دي. أنا شايفها صعبة جدا، شايف أن أنت الجماهير هتحكم عليك خلاص، القصة ما بقتش هتبقى ودية أو مش حتى لو أول مباراة ما فيش خلاص هتبدأ تخش بقى في قصة إيه ده، لأ ده أداء وحش، ده مش عارف نازل بدأ يعتمد على أسماء مش عارف مين، لأ ده ما خد من هنا وما خدش من هنا، هتبدأ تدخل في إطار هو يعني بعيد عنه شوية دلوقتي مفروض يعني. فأنا شايف أن فكرة أن هو يعتمد على مباراة ودية مع منتخب أفريقي شايفها مناسبة وكويسة جدا. ده الأفضل خصوصا في البدايات، خصوصا أن أنت خلاص أنت المجموعة بتاعتك برضو في تصفيات أمم أفريقيا ضعيفة يعني، وأن ما كانش في أي معسكر يعني قبل كده ليه مع المنتخب أو المعسكر اللي جاي بعد التوقف. بقى في معسكر إن شاء الله. طيب رأيك الأول في الأسماء المعاونة للكابتن حسام بدري في الجهاز؟ هو كلهم اسماء كبيره طبعا كويس. نبدا لو عايز تتكلم فيهم ولا نتكلم اتفضل. كابتن طارق مصطفى انا شايف كابتن طارق مصطفى برضو لحد ما خبرته كويسه مع الفرق اللي دربها سواء بره او هنا. شايف ان كابتن صاحب معوض برضو خلاص اشتغل مع كابتن حسام وهو كابتن احمد ايوب، فالقصه بالنسبه لهم خلاص بقى فيه زي تجانس كده معاهم. بالمناسبه كابتن سيد معوض فكره ممتاز، انا يعني تواصلت معاه كتير لما كان موجود في الجهاز الفني للنادي الاهلي، بيفكر او فكره الكروي اكثر من رائع يعني. ما انا بقول لك لا وكمان خلاص انت النهارده اتعاملت مع المدير الفني او اتعاملت مع كابتن احمد ايوب برضو حد في الجهاز بتاعك، شايف القصه خلاص بالنسبه لهم بقت خلاص في تجانس والدنيا هتمشي معاهم كويس ان شاء الله يعني. كابتن محمد بركات برضو كابتن محمد بركات يعني برضو اتعامل معاهم طبعا عشره، سواء بقى كان مدرب كابتن حسام بدري على كابتن محمد بركات قبل كده، وفي تعامل بينهم والعلاقه بينهم قويه وده هيساعد برضو. انا شايف الكابتن ايمن طاهر هو بعيد شويه عن الاختيارات من وجهه نظري برضو. يعني انا شايف لكابتن ايمن طاهر لا انت كنت تجيب حد برضو يشتغل مع كابتن حسام بدري قبل كده عشان يحصل برضو الفكره اللي انا بقول لك عليها دي. كابتن حسام بدري اجبر على الاختيارات دي من وجهه نظري كابتن طارق مصطفى وكابتن ايمن من وجهه نظري الله اعلم مش معلومات يعني لا مش معلومات بس بقى القصه باينه منطقيا يعني عشان الازمه برضو بتاع كابتن ايهاب جلال، فكره انت هتاخد ده معاك لا مش هتاخد ده معاك، كان الناس كلها كانت عارفه ان كابتن ايهاب جلال خلاص جاي، فهي الفكره كلها شكلها لا انت معاك ده او معاك ده بس. حتى لو كابتن حسام بدري تم تعيينه كمدير فني قبل ما يشكلوا الجهاز، فبالتالي عنده الحريه انه يختار براحته ومحدش هيقدر النهارده كمدير فني تقول مين هيشتغل معايا، ما اقولكش انت تعالى انت معاك 1 2 3 وانت تعالى اشتغل معاهم انت اسمك مدير الفني، الموضوع صعب جدا. صح الموضوع انت مش هتقبلها نفسيا على الاقل، ان انا خلاص انا مدير فني ازاي وانا اصلا مش مختار جهازي، ازاي هبدا اختار لعيبتي او اشتغل مع لعيبتي، انا جهازي اللي هيعاوني انا مش مختار. شايف القصه كانت تعالى انت شايف كابتن حسام بدري تعالى كابتن حسام انت معاك مين؟ انا معايا 1 2 3 4 5 تمام اشتغل. تعالى يا كابتن ايهاب جلال معاك مين؟ معايا 1 2 3 4 5 اشتغل. لكن فكره تعالى هات طب ده الاصح نجيب اثنين طبعا ده المفروض. لكن فكره انا هجيب اثنين وانت تجيب اثنين القصه ما تنفعش مش احترافيه. طبعا 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 وهتحصل يعني ان شاء الله باذن الله نتمنى لهم التوفيق ونتمنى لهم انهم يعملوا حاجه ان شاء الله ويحصلوا علاقه بامم افريقيا باذن الله ونصعد كاس عالم، كل ده معاك فيه، لكن اكيد هيبقى في ازمات يعني. النهارده بنتكلم زي ما انت اتكلمت في الاول كابتن طارق مصطفى اشتغل مع كابتن حسام بدري لا ما اشتغلش اتعامل مع كابتن لا لكن طب ماشي جيت انت النهارده خلاص اشتغلت مدير فني بره في الدول العربيه والدنيا تمام،
بقالك فتره عملت ايه مثلا. لكن انا شايفه عنده خبره، لكن مدرب مميز على فكره كابتن طارق جدا مصطفى. جدا جدا على المستوى الشخصي فعلا، هو راجل بيفهم كوره وراجل عينه كويسه على اللعيبه. لكن فكره النهارده التجانس، انت جايب النهارده خلاص كابتن حسام كابتن خلاص، الناس هتشتغل مع بعض ازاي؟ الا اذا الكابتن حسام بدري نفسه اقتنع بالاسماء اللي تم اقتراحها عليه. انا ممكن النهارده اقتنع بحاجه عشان خلاص عشان امشي الدنيا. امشي الدنيا. لكن خلاص كان المفروض ان انا اجي ومعايا رجالتي او معايا الناس اللي اشتغلت معاها قبل كده، او انا اختار حتى لو هدعم بعناصر، يبقى اديك اختيارات اقول لك لا انت هتاخد معاك يا ده يا ده يا ده. انا اشوف الافضل ليا ايه. لكن معاك ده، طب ده هيبقى مدرب عام، لا ما ينفعش يبقى مدرب وكابتن. فكره قصه صعبه شويه. برضه وانس ري بتتكلم على ان الكابتن طارق مصطفى دي بدايه الامور، يعني ان شاء الله نتمنى ان القصه تبقى بسيطه. يعني الكابتن طارق مصطفى بيرفض ضغوط الجنايني لقبول وصايا البدري اللي هي بتتمثل في ايه. في متن الخبر ان في المؤتمر الصحفي هيتم الاعلان ان الكابتن حسام بدري طبعا مدير فني، وهيتم الاعلان عن اسماء كل من طارق مصطفى سيد معوض احمد ايوب كمدربين، لا مدرب عام ولا مدرب مساعد ولا كلام من ده. فالكابتن طارق مصطفى من خلال الخبر ده معترض على كلام من ده، هو عايز يتم اعلان ان هو المدرب العام المساعد للكابتن حسام بدري، بعد كده كابتن احمد ايوب كابتن معوض مدربين مساعدين. هل دي تكون بوادر ازمه مثلا ولا؟ بص، هو كابتن طارق مصطفى عاوز يضمن الفكره او عاوز يضمن صلاحياته من دلوقتي، عاوز يضمنها رسميا يعني في مؤتمر صحفي. انا راجل مدرب عام خلاص، انا خلاص على حد ما جهاز كابتن حسام بدري يشتغل ويبدا ويكمل، هو الراجل ما هيبقى مدرب عام. لكن فكره الثلاثه مدربين، انت لحد دلوقتي موزعت الصلاحيات، انت يعني انا ما شفناش في فريق او منتخب في العالم ثلاث مدربين يعني الثلاثه زي بعض. طب الثلاثه نفس الشغل اللي هيشتغلوا مع بعض، الثلاثه نفس الخبره. فانا شايف ان الموضوع هو كابتن طارق مصطفى، انا شايف ان هو عنده حق. انا النهارده انا هشتغل معاك، انا عاوز اعرف انا هشتغل ايه، وده حقي. انا النهارده في جهاز المنتخب، بس انا عاوز اعرف انا صلاحياتي ايه، انا النهارده هشتغل ايه. لكن انا النهارده صلاحياتي زي كابتن سيد معوض زي كابتن احمد ايوب، طب ثلاثه ليه؟ انا خلاص عندي مدرب عام. طب المدرب عام هو كل الناس عارفه، وهو كان متخوف برضو من فكره ان كابتن احمد ايوب هيبقى الرجل الثاني بعد كابتن حسام البدري، عشان الراجل اشتغل معاه في اكتر من مكان قبل كده. هو قلقان يتهمش يعني. هو مش هيتهمش، هو مش عاوز كابتن احمد ايوب يبقى فوقيه يعني، او صلاحياته اكتر منه. الفكره برضه هترجع زي ما قلت لك، انت النهارده كان المفروض كابتن حسام يقول انا معايا كذا منصبه كذا، معايا كذا منصبه كذا. لكن فكره برضه انت معاك اثنين وانا معايا اثنين، دي صعبه وزي ما انت بتقول بوادر ازمه من وجهه نظري. نتمنى ان ما يكونش في ازمات ولا حاجه، وان شاء الله كل الكلام ده هيبان في المؤتمر الصحفي بعد بكره ان شاء الله. والاهم من الهدف في الاخر واحد، ان انتوا ترجعوا منتخب مصر لسابق عهده زي ما كان مع الكابتن حسن شحاته كده، او على اقل تقدير نص الجانب الفني والنتائج اللي كانت مع الكابتن حسن شحاته، يبقى شيء مميز. فالمهم ان هم كلهم يتعاونوا ان شاء الله لصالح الكره المصريه ولصالح منتخب مصر، نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. الاهلي بقى، تقييمك لانطلاقة مستر فايلر مع النادي الأهلي من خلال ثلاث مباريات وثلاث انتصارات في مختلف البطولات؟ أنا شايف إن هي راجل عنده كورة، شايف إن البداية قوية جدا ونموذج زي ما بنقول يعني. أنت الراجل النهاردة لعبت أفريقيا كسبت، لعبت بطولة خاصة سوبر كسبت، لعبت في الدوري كسبت، راجل ثلاث انتصارات في ثلاث بطولات مختلفه زي ما قلنا. فشايف ان هي نموذج للانطلاق. لكن لسه هو الراجل لسه ما نقدرش نحكم عليه دلوقتي. طبعا قدامه 7-8 ماتشات، ممكن الفتره التوقف بتاعت الدوري عشان المعسكر المنتخب دي، ممكن الراجل النهارده يشتغل فيها فكره يجرب لعيبه معينه يشوف. لكن النهارده انت جاي خلاص شايف لعيبه جاهزه، لعيبه مش جاهزه، طب انت شايف لعيب ده عاوز تجهزه، ففكره ان احنا نحكم عليه دلوقتي صعب. لكن كبدايه نموذج لمدرب كبير، ثلاث انتصارات في ثلاث بطولات مختلفه، يعني لعب ثلاث ماتشات كسب ثلاث ماتشات، فالموضوع تمام. التساؤل دايما بيبقى على بعض الاسماء اللي غايبه عن الفريق او اللي بتلعب ماتشات وماتشات لا، وخصوصا اللي لسه ما فيش ماتشات، ده هم ثلاث مباريات بس. يعني هل بتشوف ان الكلام ده في محله او توقيته، ولا لسه شويه ان الراجل يستكشف قدرات اللاعبين كلهم، وبعد كده بعد فتره طويله ممكن نسال على بعض الاسماء اللي ما بتشاركش مثلا؟ بص، احنا عاوزين نعترف ان الراجل بدا يعني الماتش اللي فات، ماتش السوبر على الماتش اللي فات فيه خمس تغييرات في التشكيل. الراجل حط خطه شغال بيها، عاوز يعرف بيوزن اللعيبه على طول، بيشوف سرعاتهم، بيشوف فرق، عنده خطه بيشتغل بيها. بس لسه وقت كبير، حوالي 7-8 مباريات عقبال ما يستكشف ده ويشوف دوت، ويشوف مثلا هنا قفشه ولا صالح جمعه، لا هنا حسن شحات ولا جيرالدو، هنا رمضان ولا مش عارف. فالقصه بالنسبه له لا، لسه حوالي 7-8 ماتشات.
عشان نحكم عليه او عشان الراجل يعمل التشكيل المثالي اللي نقدر نحكم بيه عليه بعد كده، اللي هو من خلاله يثبت على التشكيل اللي يلعب بيه يعني خلال الفتره، يثبت او يعمل تدوير في بعض المراكز. القصه مش كده، هو شكل اللعب عامه ستايل اوف بلاي بتاعه بشكل عامل ازاي، في مثلا هيبدا مثلا من او هينتهي مثلا عند رمضان صبحي، لا هيبدا من ورا من عند ربيعه. الفكره بالنسبه لنا شكل اللعب هو اللي هيقول لنا بعد كده ان شاء الله بعد 8 او 9 ماتشات. نقدر نستشف شكل اللعب من دلوقتي؟ مش هتقدر، صعب. انت النهارده بقول لك 5 تغييرات، انت بادئ الماتش عن السوبر الزمالك 5 تغييرات، سيبك عشان في اصابات بتاع، بس في 5 تغييرات النهارده. النهارده الشكل هيبقى صعب. النهارده لو هنقول بس اللي انا شفته واخدت بالي منه، الراجل بيبدا من تحت. دي بقى لنا فتره كبيره ما بنشوفهاش في الدوري فعلا المصر. فعلا النهارده نبدا من تحت، لان وادي دجله بس اللي بتعمل كده. طبعا وانا برضو ما الفكره مش ان انت تلعب من تحت، انت النهارده عندك العناصر اللي تساعدك على كده ولا ان هي تعمل كده. لا لا، لكن انا النهارده شايف ان الراجل بيبدا من تحت دي ما شفناهاش بقى لنا فتره كبيره. شايف النهارده ان الراجل بيبدا زي ما قلت لك هجمته بيبدا يقسمها خط الدفاع بعدين خط النص، لكن دلوقتي احنا زمان كنا بنشوف او في دلوقتي في الدوري المصري بنشوف الجون بيلعب كره طويله ممكن ترجع هجمه مرتده على فرقته. لا يعني ما فيش يعني فكره ان يبقى مدرب منظم ما شفناهاش بقى لنا فتره. احنا بننتظر من مستر فايلر ايه خلال الفتره الحاليه؟ هل اداء بس ولا اداء ونتائج ولا نتائج بس؟ بص اقول لك على حاجه، احنا لو قسمناها يبقى مش 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 النادي الاهلي او مش أو مش جماهير النادي الاهلي اللي هتضرب ده. اي مدرب بيبقى شغال في النادي الاهلي الجماهير بتبقى طالبه منه اداء ونتيجه. طبعا طبعا فكره ان انت تكسب وتلعب وحش، لا النهارده انا هبقى عندي تعليق عليك وهبقى خارج من الماتش مش مبسوط او العكس. فهي الفكره لازم يكون اداء ونتيجه. وده هيجي مع الوقت. هيجي مع الوقت طبعا، وهيجي مع اللعيبه. النهارده اللعيبه جاهزه، انت عندك النهارده كام اصابه، لا لعيبه هترجع، لعيبه ما شاركتش بقى لها فتره، والراجل النهارده شاف عينه حلوه مثلا على لعيب معين هيبدا يدخله بطريقه معينه، طريقه اللعبه بتاعته هتناسبه ولا مش هتناسبه. الكلام ده كله 7 8 ماتشات 9 ماتشات 10 ماتشات كمان. من خلال الماتشين ثلاثه اللي فاتوا بتشوف مين من اللاعبين اللي لفتوا نظرك او اللاعبين اللي هيكون ليهم دور كبير جدا مع فايلر خلال الفتره اللي جايه او اللي عملوا اداء مميز يعني؟ بص هقول لك على حاجه، فايلر لفت نظري برضو لحاجه. هو بيقسم الماتش، الراجل بيقسم الماتش مثلا الشوط الاولاني بيقسمه 2 الشوط لو انت شفت في الماتش هتلاقي في ماتش السوبر كان مفتاح اللعب ممكن يكون حسين شحات امبارح كان رمضان صبحي عمل مباراه كبيره. هو بيجاب جبهات خلاص، احنا بقالنا فتره عارفين ان رمضان صبحي علي معلول جابها للشمال مع اي مدرب شغاله نار طبعا. لكن انت دلوقتي انت شفت حسين شحات كان مفتاح لعب في ماتش السوبر كان بينزل استلم مش من تحت. امبارح شفنا مروان محسن طبعا نتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله ويقوم من العمليه الجراحيه على خير. النهارده رمضان سوري مروان محسن بينزل نص الملعب محطه وبيستلم ويسلم ويصنع اهداف جايبين على الهدف ما شفناهوش بقى لنا فتره. فالنهارده الراجل عنده شغل، عنده كوره، عنده كوره هيبدا بيبدا زي ما قلت لك من تحت، مش كل الوقت بيبدا من تحت، ممكن يبدا من عند الشمال يبدا من النص يبدا على يلعب على الكره الطويله يلعب على الكرات العرضيه. فالراجل متنوع ده، هو لسه بيشوف زي ما قلت لك. هو الراجل جه في وقت قصير ما عملش ماتشات وديه طبعا. انا شايف ان الفتره اللي هي بتاعت وقف الدوري عشان عشان منتخب مصر عشان المعسكر دي هتديله اريحيه لو يشتغل براحته، ممكن يعمل ماتش ودي يعمل ماتشين ودي، فاهم القصه بالنسبه لي. فانا شايف اللي زي ما قلت لك هو راجل لحد ما راجل عنده كوره، راجل عنده شخصيه قويه جدا. دي اهم حاجه بصراحه، انا شايفها دي اهم حاجه. الكاريزما المدرب خلاص، انت فكره ان انت المدرب الشخصيه دي بقت خلاص لازم موجوده في اي فريق شيء حتمي. بس انا شايف ان شاء الله ان هو يقدر يعني يرضي جماهير الاهلي يا رب ان شاء الله يستمر على هذه الانطلاقه المميزه جدا بالنسبه للفريق الاول بالنادي الاهلي في اطار يعني رغبه كل الجماهير في الحصول على اكبر قدر ممكن من البطولات، واهمها طبعا بطوله دوري ابطال افريقيا الغائبه عن دولاب بطولات النادي الاهلي لفتره كبيره. عايز اسالك برضو على بعض اللاعبين، يعني هل هم كانوا مفاجاه بالنسبه لك ان هم يظهروا بالمستوى ده، او انت بتشوف مستواهم ازاي في الاول؟ يعني جونيور اجاي مثلا، حسين الشحات ابتدى يظهر مع نهايه الدوري السنه اللي فاتت، عندك كمان عندك احمد فتحي عمل مباراه كبيره بعد غياب امام نادي الزمالك وغاب امبارح برضو، دي وجهه نظر فنيه ممكن يكون لاراحته يعني. وياسر ابراهيم، بص اقول لك على حاجه، المفاجاه كان بالنسبه لي ياسر ابراهيم ياسر ابراهيم وحسين الشحات. لسبب ياسر ابراهيم اول ما جه الاهلي كان عليه ضغط
من الجماهير على السوشيال ميديا وهو ماشي في الشارع راح التدريب جامد خلاص انت النهارده انا شايفك انا المركز ده مظلوم النادي الاهلي لسبب لان اي حد بيلعب في المركز ده الناس عاوزاه وائل جمعه بيكرموه على طول باسطوره الدفاع في الكوره المصريه وائل جمعه طبعا فانت النهارده شايف ياسر لا لسه الراجل انت حطيته تحت ضغط ممكن يكون هو قليل الخبره في فكره التعامل مع الجماهير بحكم ان هو لعب قبل كده في سموحه ما تعرضش لده لكن النهارده كان عليه ضغط جامد جدا في ماتش السوبر انا فوجئت هو لعب في الزمالك برده انا معاك تمام بس لعب في فتره ما فيهاش جماهير كانت في فتره خلاص ما فيش ضغط جماهير انا شايف ان فكره فعلا الاعتماد على ياسر ابراهيم ومحمود المتولي فكره ناجحه جدا ان شاء الله ربنا يقوم بالسلامه برضو للتشكيل ان شاء الله حسين الشحات نفس القصه اللي بقول لك عليها حسين الشحات انتوا جبتوه الاهلي جابوا ب 150 مليون طب جابوه ب 150 مليون ليه طب عاوزه من اول ماتش يجيب سوبر هاتريك ويصنع ثلاث اهداف يعمل اسيست ثلاثه في الموضوع كان بالنسبه له برضو نفسيا صعب الراجل كان مكسر الدنيا في العين جه اول ثلاث ماتشات الدنيا مش ماشيه معاه وده طبيعي تمام فبرضه كان حسين الشحات في 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 السوبر انا كان مميز جدا ماله في ذا ماتش بالنسبه لي انا والله بالنسبه لي انا برضه الجون ده بيعجبني قوي بصراحه طريقه لعب لا الجون يعني حتى لو الكره اتردت من مدافع نادي الزمالك عبد الشافي لكن البدايه يعني الشناوي التشميسه بصراحه يعني مفيش نقاش عليها حاجه الكره دي خلينا نرجع لفكره طريقه اللعب بتاعت فايلر الكوره دي اتلعبت من عند الشناوي فعلا صح كده طول الماتش الاهلي بيلعب من ورا في الجزء الاولاني بيلعب من ورا بعد كده الاهلي بقى بيلعب على الكرات بعد كده تلاقي الاهلي بيبدا يرجع يلعب على الكرات العرضيه الراجل النهارده بيشوف الماتش عاوز منه ايه متطلبات المباراه طبعا انا خلاص ببدا النهارده بالستايل اوف بلاي بتاعي انا ببدا بطريقه اللعب بتاعتي انا ببدا من ورا طيب انا شايف اللي قدامي متكتل شايف اللي قدامي عامل لي دفاع كومباكت مثلا قافل عليا لا انا ببدا خلاص يبقى انا عندي خطه ثانيه ان انا ابدا العب على الكرات الطويله عندي خطه ثانيه ان انا العب على الكرات العرضيه بس اجي الراجل كان مظلوم بيلعب مش الراجل ما بيلعبش في مكانه مش مكان اجي الانسب ايه من وجهه نظرك راس حربه انا هقول لك على حاجه النهارده الراجل خلينا صراحه مع بعض اجي راجل طويل بدنيا قوي ما شاء الله بدنيا قوي فما ينفعش النهارده يلعب في المركز اللي هو صانع الالعاب او الوينج رايت او وينج ليفت النهارده عاوز واحد خفيف وسرعه واحد يخترق لكن النهارده اجاي حتى استلامه للكره انت لو شفت استلامه مهاجم مش استلامه انا بقول لك سيطرته على الكره سيطره مهاجم بيروح على الجون عاوز يروح يجيب جون فانت النهارده لما بتيجي تلعبه فينش بمكانه موسم وتيجي تشوفه تالق في ماتش السوبر انت المفروض ما تستغربش ده هو لان ده مكاني حتى لما لعب امبارح تالق لما نزل مكان مروان بقول لك هو الراجل خلاص ده مكانه بيلعب في مكانه فانا شايف انت تديله حريه الراجل بيلعب على المساحات بس احمد فتحي عودته بعد غياب كبير جدا بيشارك وبيأدي بالشكل ده في ماتش الزمالك حاجه كبيره على عهده مع الجماهير او مع طبعا مع مع مع, مع, مع كل متابعين الكره المصريه راجل زي ما هو زي ما هو من ساعه ما بقى زي ما هو ما شاء الله فعلا زي ما هو ما شاء الله الراجل ما تقولش لو عنده 35 او 34 سنه الراجل النهارده كانه بيلعب عنده 27 سنه ما شاء الله ربي ربنا يحميه شايف ان هو كل ما احمد فتحي بقى اللي بيلعب ماتش بماتش شايف ان كل ماتش عنده مهم كل ماتش عاوز يثبت نفسه تاني وعاوز ما شفناش احمد فتحي تقاعس مثلا في ماتش او تقاعس في كوره او فربنا يا رب يكرمه يا رب نتمنى الاستمراريه لكل عناصر الفريق في النادي الاهلي وللجهاز الفني ان شاء الله على هذا المنوال وهذا الاداء الرائع في ثلاث ماتشات ان شاء الله هيبقى في افضل كمان من كده مع مرور الوقت لكن اكيد الصبر من قبل جمهور النادي الاهلي والدعم هو الاهم في كل شيء عشان نلاقي اللي احنا منتظرينه باذن الله من الفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي يا استاذ محمود انا بشكرك شكرا جزيلا نورتني وشرفتني ربنا يخليك بشكرك شكرا ليك شكرا ليك كان ضيفنا العزيز النهارده في حلقه كلام في الميديا الاستاذ محمود عبد السميع الناقد الرياضي بالاهرام وكلمنا وتطرقنا للعديد من الامور الهامه جدا وبالتحديد فيما يتعلق بالنادي الاهلي وجمهوره ودي كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا استنونا حلقه جديده بكره ان شاء الله الى اللقاء